انفجار عنيف يهز المكلا وظهور جديد لغزوان المخلافي بأهم محافظة تابعة للحوثيين ويثير جدلا واسعا، تفاصيل عاجلة ومهمة فلنتابع. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هز انفجار عنيف اليوم مدينة المكلا بمحافظة حضرموت شرقي البلاد بعد ساعات من مغادرة وفد عسكري سعودي المحافظة. وأكدت مصادر محلية في المكلا أن انفجارا عنيفا وقع في منطقة الديس باتجاه منطقة الغويزي في المدينة، وشوهدت أعمدة الدخان في سماء المنطقة إثر الانفجار فيما لم يتم الكشف عن أسبابه. وتسبب الانفجار بحالة هلع وخوف كبيرين في أوساط سكان المدينة. ويأتي الانفجار عقب مغادرة المدعو سلطان البقمي قائد ما يسمى الدعم والإسناد في قوات تحالف العدوان لمدينة المكلا، كما أثار غزوان المخلافي جدلا واسعا اليوم عقب ظهوره برفقة مسلحين وسط شوارع مدينة إب. ووصل غزوان المخلافي إلى مدينة إب التابعة للحوثيين دون أن يتعرض للاعتقال، فيما كان يشن معارك مع قوات الأمن الشرعية في تعز.